مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة. مرحبا بكل متتبعي قناة شوف تيفي داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. فمشاهدينا كتشوفوا معنا، حنا كنتواجدوا في حي البريك. ساكنة حي البريك تصدموا من بعد ما جاتهم الفاتورة ديال الماء والكهرباء غالية بزاف، مولفين يخلصوا ثمن رخيص، مولفين يخلصوا 80 درهم 30 درهم، فإذا به تيتفاجئوا بالأوراق ديال الماء والكهرباء كل واحد وشحال جاتو. كاين اللي جاتو 18 ريال، كاين اللي جاتو 16 ريال، كاين اللي جاتو 20، كاين اللي جاتو 37. فهنا مشاهدينا كنتواجدوا في حي شعبي، هاد الناس ماشي في الطاقة ديالهم أنهم يخلصوا هاد الثمن هذا. تيقولوا كاين اللي كان مسافر، كاين اللي كان غايب، كاين اللي كاين غير هو بوحدو في الدار، كاين اللي ساكن في السطح، بيت في السطح جاتو 600 درهم. مشاهدي قناة شوف تيفي، كاين اللي جاه ثمن الماء اكثر من باش كاري. فهنا مشاهدي قناة شوف تيفي، هاد الناس او ساكنة حي البريك تناشد المسؤولين بالتدخل العاجل، لانهم ما قادرينش يخلصوا هاد الفاتورة. وكيقولوا هنا خطأ، لان ما معودينش يخسروا هاد الماء قد هكا ولا هاد الكهرباء بحال هكا. كما قلنا 80 30 درهم. ساكنة حي البريك ساكن في حي الشعبي، مشاهدينا تضروا بزاف من هذه الاثمنه. اذا خليكم معنا مشاهدي قناه شوف تيفي، غادي نسمعوا منهم ونشوفوا كل واحد شحال جاه في الماء، شحال جاه في الضو، شحال مولف كيخلص، وشنا هي الرساله ديالهم ولمن كيوجهوها مشاهدينا. فخليكم معنا. تفضلي مامتي، شحال جاك انت ديال الماء؟ الماء 1600 وجاتني الضو 3700. شحال مولفه كتخلصي؟ كنخلص 2022 كاع على جاتني، والما كنخلص ديك 600 800. مولفه تخلصي في الما 600، واليوم شحال جاتك؟ جاتني 1620 والضو 3700. غالي عليك مامتي؟ غالي عليا، وانا بوحدي معدي اللي خدام عليا. ساكنه بوحدك؟ بوحدي. كتشوفي انت ما خسرتيش قد هكا؟ لا، انا كنخرج ندخل عندي الثلاجه وحده والتلفزيون، لا شعل التلفزيون في البوله، هادشي اللي عندي. نعم. ما عندي لا ماكينه الصابون لا حديده لا عصاره، هادشي اللي كنعاود. نعم. انت مهمتي شحال جاك ديال الماء وشحال جاك ديال الضو؟ انا بنيتي مولفه تجيني 1800، تجيني 1600، تجيني 1400. هاد المره جاتني 3120 ديال الماء، وجاتني بنيتي 3000 تاع الضو. هادشي بزاف عليك مهمتي؟ ما عندي مهنه باش نرد هادشي، حنا غير ثلاثه ديال الناس، انا وبنتي وولدي. ما خلات المراه الا شعلنا التلفازه كنطلبوا البوله التلفزيون والتليليجه اللي عندنا، وهذا الشيء قاصع على بنيتي. وانا ما عندي ما كنضيعش هذا الشيء، وما عنديش المهنه ديال هذا الشيء، كنبيع حويندات حويرات من الحراب هنا ديال الكروز. ما عمر ما جاك بحال هذا الثمن؟ لا ما كيجينيش بحال هذا الثمن، كتجيني 1600 1800 كاع الا غلا. هاد المره جاتني 3120 ديال الماء، وشوف على الله واش باقيين خازنين، وجاتني 3000 ديال الضو. قاصع على بنيتي هذا الشيء، وحنا غير ثلاثه ديال الناس نعيشوا، انا وبنتي وولدي. نعم. انتي مهمتي شفتك هزه الوريقه، تقولي لي شحال جات؟ جاتني 64000 ريال في هاد الوراق. 64؟ في هاد الوراق كاملين، شوفي شحال من وحده. وحده هادي ما تحسبيهاش، يلاه في 4000، هادي بحرا جاتني 4000. انا عندي مكانه وعندي ثلاجه، عندي بوله وثلاجه وتلفازه. يعني هادشي اللي كتستعملي بوله وثلاجه وتلفازه؟ كتجيني 1600 1400، عمر 4000 ما جاتني حتى لهاد الشهر، عاد جاتني 4000. وهادو ديال الدار الفوقانية فيهم 64000 ريال، ها واحد هادو كاملين، ها هما قرايهم. خلصتي ولا مازال ما خلصتيش؟ هادو مخلصين مرفوع، مخلصين على كريدي هادو، وهادي ديتها اليوم صدت فيها 4000 ريال ورجعتها وجيت. ما عندكش باش تخلصيها؟ ما عنديش، بنيتي انا والراجل، الراجل ما عنده لا لان تريت لا والو، عقاعد. كي جاك هاد الثمن هذا؟ هاد واش انت كتشوفي انت ما استهلكتيش باش تخلصي هاد الثمن؟ انا بوحدي، حيت هادي 4000 عمرها ما جاتني، تجيني 1200،
جيني 600، جيني 800، عمر هذا 4000 ما جاتني. ملي قلت لها ديك الدري قال لي في الضو، قالت لي خالتي سيري شكي. المهم النية والوالدين لقيناكم. هادشي لمن بغيتي توجهي الرساله ديالك؟ شنو بغيتي تقولي ليهم المسؤولين؟ بغيت نقول للمسؤولين الضو جانا غالي والمغالي، وهادو ولادي قاعدين، واحد عام ريض، واحد عام ريض، وعندو ثلاثه البنيات وهازها عرانه بالدواء تضروا المعده، وما تيبرد ما تيسخن، وكيتسلف ويتكلف وكيخلص هادو، راه هو بحرا مخلص هادو صيف تطلي. دابا في المجموع مخلصه 64. المجموع 64 وباقى 4000. خلصتي 64000 ريال وباقى 4000. اييه اييه اييه. نتمنوا يعني هنا كتشوفوا المهمتي نتوما ما مستهلكينش قد هادشي. واخا نشوفوا اختي شحال كيجيك ديال الماء وشحال مولفات يجيك ديال الماء؟ كيجيني 600 ريال، دوكا جاتني 3000 ريال، دوكا خلص 7000 وباقى لقى 7000، وعندي غير جوج روينيات فقط. وهادشي اللي دوك دوك خلصوا، خلص 3000 باقي لقيت 3000 اخرى. يعني كتشوفي انت ما استهلكتيش هاد الثمن هذا؟ ما استهلكش هادشي، الدار غادي غير عندي غير الدار سفليه فقط، ماشي زعما عندي الفوق والتحت باش غنستهلك هادشي كاع كامل. ما عمرو ما جاك هاد الثمن؟ ما عمرو شي ما جاني هاد الثمن لاول مره. ملي شفتي هاد الثمن شنو تصدمتي؟ بطبيعه الحال غادي نتصدم اختي، راه ما عندناش شكون اللي غيخلص لينا، الوقت شويه ضعيف، الدراري كيقراو ولا حول ولا قوه الا بالله. شنو بغيتي تقولي للمسؤولين؟ بغيناهم يرخفوا علينا هاد الشيء بزاف علينا، ما عندناش في طاقتنا باش غادي نخلصوا هاد الشيء كاع كامل. هاد الشيء اللي كاين اختي وشكرا. مهمتي قولي لي شحال مولف تيجيك وشحال دابا جاي؟ 2000 ريال، جاتني 18000 ضو وجاتني 4000 تاع الماء. مولفة تجيك شحال مولفة تخلصي؟ ديالي 1000 ريال، 600، 700 كاع. وشحال جاك دابا؟ 18000 ديال الضو و 4000 تاع الماء. من 50 درهم حتى ل 18000. والراجل ما عندوش والو، قاع راه موسى ما عرفش يخلص هاد الشيء. خلصتي ولا مازال؟ باقي. شنو كتقولي دابا للمسؤولين؟ كتقولي لهم بأنك أنت مولفة تخلصي 50 درهم، دابا جاتك 18000 ريال. 18 ما عنديش والو، الراجل قاع راه موسى. لا شتيت بكي عليه بالدموع. شحال بيكون في الدار؟ أنا والراجل. انت والراجل جاتك 18000 ريال، فاش الماء ولا الضو؟ الموضوع الموضوع هادشي بزاف عليك؟ بزاف عليك يما، انت بزاف الراجل شتي تبكي عليه بالدموع، حتى تبكي عليه. لحنا ماك خاطر يبيع تخسيره خاطر ما يبيع. يا لا اله الا الله. لا 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 ممكن لا يرضى الله يعفو عليها. يا مسؤولين هاد السيده تتقول بان مولفه تجيها 50 درهم 1000 ريال. فاليوم تتجيها 18000 ريال، منين غادي تخلصها؟ عايشه هي وراجلها بوحدهم في الدار. خليكم معنا نزيدو ناخذوا الكلمه من عند ساكنه حي البريك مشاهدينا، اللي قلنا هو حي شعبي، حي اللي تصدم من بعد ما كيشوف هذه الاثمنه في الفاتوره. تفضلي لالا. جاتني 37000 ريال ديال الضو، مولفه 37000 ريال، وما عنديش باش نخلصها، وجاتني 8000 ديال الضو. كاينه عندي نص بلاصه، وعندي ثلاجه وحده. جاني بزاف، جاني قصيحة بزاف، 37 جاتني قاصحة بزاف وما عديش باش نخلصها. شحال مولفة مهمتي تيجي؟ مولفة كتجيني 3000، 2400، 2600، 3000 ما كنفوتهاش. تصدقتي في 37؟ 37000 جاتني قاصحة بنتي بزاف. جاتني قاصحة بزاف 37 وجاتني 8000 ديال الضو ما عديش باش نخلصها. شكيتي مشيتي درتي شكاية ولا لا؟ مشيت درت شكاية، قالوا لي ما تسوقونيش كاع. قالوا لي داكشي اللي جا خلصيه وصافي. قال لي خلصي وجي شكي. خصك تخلصي عاد تمشي تشكي. انت خلصتي؟ لا ما خلصتش باقي، ما عنديش باش نخلص. 37 ما يجمعها غير الفم. 37000 ريال. و 8000 بالنسبة للدرويش 37 راه ما يجمعها غير الفم. ثلاثة الناس اللي كاينين في الدار، نص بلاصة هي اللي كاينة. جاتني بزاف 37 قاصحة عليا بزاف. 37000 جاتني قاصحة بزاف، ما عنديش باش نخلصها و 8000 ديال الماء. وهادشي هو اللي خير. فهنا مشاهدي قناة شوف تي في هاد المواطنة اللي كتسكن في حي الشعبي حي البريك تتقول بأن مولفة تتخلص 2000 حتى 3000، 100 درهم حتى 150 درهم جاتها 37000 ريال. ملي مشات دارت الشكاية قالوا لها خلصي عاد شكي، فمنين غادي تخلص هاد المواطنة؟ 37000 ريال بالنسبة للدرويش راه ما يجمعها غير الفم، الواحد مقاتل مع الخضرة الغالية، الواحد مقاتل مع الوقت، منين غادي يجيب 37000 ريال؟ خليكم معنا مشاهدينا نزيدوا ناخذوا الكلمة ونشوفوا الناس شحال جاهم. السلام عليكم. السلام. شحال ديال اختي بخير؟ كيجيكم ديال الماء؟ كانت كتجينا 1000 كاس مياق ديال الماء، كانت كتجينا 1200 ديال الماء، ودابا مولفة كتجينا 3000 و
3600. عمركم جاكم هذا الثمن؟ لا عمر ما جانا الثمن، واصلا النهار اللي توضوا مول كتجينا 2000 دوك، ولات كتجينا 6000 ريال، ولات كتجينا 5000 ريال، دارتنا جوارقات بحال 11000 بحال هكا. جوراق دابا عندنا مول فاش كيجينا كاع القدر بحال هكا، مول كيجينا رخيص، مهم كيجينا زعما قدر مزيان. ودابا راه ولات دابا ولات كتجينا غاليه اختي، ما عرفتش اختي، كنطلبها من السلطات، كنطلبها داك الشيء المدير زعما ديال المارين الضو، كنطلبهم زعما يرخفوا علينا شويه، الله يجازيهم بخير. احنا ما فحالناش، راه ما عندناش باش نخلصوا كاع هذا القدر. عرفت، تفضلي اختي. السلام عليكم. والف اختي تجينا 600 ديال الضو، 600 ديال الماء، وانا باركه والراجل بارك. اه دابا ولات تجينا 100 درهم ديال الضو، 100 درهم ديال الماء، وعا جالسين اختي، وعا جالسين. لا 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 الراجل 100 درهم ديال الضو و100 درهم ديال الماء، وباقي ما مخلصين ما والو. اه وانا باركه والراجل بارك اختي. ما كاينه لا مع هذه كورونا، ما كاينه لا خدمه لا والو. وعد دري ليا دايره ليا لاباري، دايره لي عمليه على رجليا، دايره ليا لاباري، راه الناس اللي تيعاونوني. سمعتوا مشاهدي قناه شوف تي في، مواطنه ملفته تجيها 30 درهم، جاتها 100 درهم راه جاتها غاليه، راه بزاف، راه جاتها قاسحه. يعني 30 درهم وكيرجفوا على الضو ويرجفوا على الماء ويحافظوا عليه ويقللوا من الشعيل ديال الضو هذا غير باش تبقى مستقره في ديك 30 درهم. يا ربي تقدر توفرها. اليوم تتقول جاتها 100 درهم ما قادراش تخلصها، لان هنايا غادي يبان بان بنادم وصل ليه العظم، لان الانسان هنايا فهاد بسبب هاد الجائحه وصلت للعظم، وباش تجيهم فاتوره بهاد الثمن هذا فاكيد راهم تضروا، تضروا بزاف وما عندهمش باش غادي يخلصوا. تفضلي مهمتي. السلام عليكم. كنطلبوا من الله ومن سيدنا يشوف فينا ويتلافت فينا، راه الناس مضروره كامله، راه الناس كانت كتخلص على 50 درهم في 3 شهور، ودابا الناس كتخلص 16 و20 و30 و40. الناس راه ما عداش، والناس راه ما فحالهاش، الناس راه كاينه الدار اللي فيها 6 الناس فيها 7 واحد اللي خدام. انا جاتني فاتوره فيها 100000 تاع الماء، اه 100000 تاع الماء اللي جاتني، ومني مشينا نشكيو عند المدير قال لك المدير خلصوها واش تشكيو. 100000 اللي جات عندي دار وحده اللي عندنا، 100000 اللي جاتنا ديال الماء، اللي جاتنا الدار الفوقانيه ما كنطلعوش ليها. مني جاتنا 100000 مشينا عند المدير طلبنا عورتنا به، قال لك اودي غنقسمها لكم على ثلاثه، وقسمنا على ثلاثه وخلصناها. حنا كانت كتجينا 16000 في 3 شهور، دابا حنا ولينا كنخلصوا 16 14 في الشهر. راه حنا كان عندنا لانتريت، ولانتريت القديم راه قليل، امي الله يرحمها كتشد 16000 ريال اش توكل بها 6 نفوس ولا تعطيها المال الضو والماء. حنا راه مضرورين بزاف، عاش الملك وعاش سيدنا. حنا بغينا الناس ديال السلطه يتلافتوا لينا بزاف بزاف، الناس راه ضايعه، الناس راه مشرده هنايا، راه ما كاينين معامل، ما كاينين وزينات، ما كاينه حتى حاجه، فاش غيخدموا هاد عباد الله؟ انا طيابه من شهر جوج وانا باركه، انا ما خدامه ما والو، من الصباح انا دايره الوقفه، من الصباح وحنا دايرين الوقفه، عطينا لاكارطات الكحنة دوينا في الاخر جينا في حالنا، وكنطلبوا سيدنا الله ينصرو، وكنطلبوا من السلطه تلافت للناس، الناس راه مضروره كامله، ما مضروراش انا، كلشي مضرور. نعم بالنسبه لديك 100000 ريال كنقول كيقولوا لكم خلصوا سيدي، قال لنا خلصوا وشكيوا. درتي شكايه؟ درنا شكايه عند المدير، قال لنا المدير خلصوا وشكيوا، نقسم عليكم على ثلاثه الخطرات. واش انا ورقه ديال الماء؟ لا هو غير قسم لكم على ثلاثه الخطرات. ما كاين حتى حل، ما كاين حتى حل، ما كاين. حنا ما استفدنا لا من دعم، ما استفدنا من معاونه، ما مستافدين من حتى حاجه، حتى حاجه ما استفدنا منها، حتى حاجه ما استفدنا منها، ما استفدنا لا من لاكارت لا من الراميد، ما مستافدين من حتى حاجه. واش الواحد خاط 7000 ريال من الدعم ويخلص عليه 20000 ديال الماء وديال الضو؟ بلاش بلاش، ما يعطيوهاش ليهم. الناس راه مضروره، داز رمضان وداز الحجر الصحي، كاين اللي عنده 4 دراري 5 تلفتي وراك، شوفوا شحال ديال الياشون، شوفوا شحال ديال الدراري الصغار، راه كل دار فيها 5 فيها 6 فيها 7، اش غياكلوا هاد الناس؟ اش غاديين يشربوا؟ بطاطا دايره 120، مطيشه دايره 160، الربيع داير 30، نعناع داير درهم، راه الناس راه ما لقات ما تاكل ما تشرب، والكرا غالي، والضو غالي، والماء غالي، نهار نصر سيدنا. وبغينا السلطة وبغينا سيدنا يتلافت لخوتنا المسلمين كاملين، وبغينا المسؤولين يتلافتوا الناس، والله ينصر سيدنا.
امين. هنا مشاهدي قناه شوف تي في كانت هذه صرخه من سيده هي تقول انا طيابه متضرره، اصلا انا متضرره بسبب الجائحه لحد الان، يعني واخا ترفع الحجر الصحي الطيابات ما خدموش من شهر جوج، تقول حنا ما كندخلوا حتى ريال. شفتوا خوتي شنو قال؟ جاتها 100000 ريال 5000 درهم. فمن بعد ملي مشات عند المدير قالت له شنو؟ قال لها خلصي وشكي. شنو هي الحل اللي تدار؟ هو تقسمات على ثلاثه المرات. فهنا مشاهدي قناة شوف تي في صعيب باش تجينا هاد الثمن، وحنا في هاد الفترة وحنا في جائحة كورونا. نعم مازال شي إضافة؟ نعم تفضل. ختي هاد السيدة عكارية وعندها وليدات مع ربعة ولا ثلاثة، وعندها أمها مريضة معاقة، ما عندها لا كروسة، ما عندها لا ليكوش، ما عندها اللي خص تي تي دي لما طلباتوش ما كتصبرش لديك المرأة. هاي مسكينه عكاري كيجمعوا ليها على الناس وكيعطيوها على الناس، باش ما غتخلص هاد 4000 و6000 ديال الضو والماء، باش ما غتخلصها؟ لا كارت لا سونال ما عندهاش. هاد السيده ما عندهاش حتى ليكوش، ليكوش اللي دايرها 5 دراهم ما عندهاش، باش غتعيش هذيك المراه مسكينه؟ راه دايرها كروسه وناعسه. 24 منين باغا تخلصها؟ مني بغ... وشوفوا هاد السيده، سيري شوفي هاد السيده مسكينه، هادي عاونوها على الليكوش وعاونوها ما تاكل وما تشرب. البوطه اللي ما طلبتش الناس راه ما كطيبش، الا ما طلبتش الناس راه ما كاينش اللي كيعطيها حتى درهم، ما كيعطيهاش ليها. هاد المراه بالاخص هاد المراه انا ما كندويش على راسي، كندوي على هاد المراه. هاد المراه مضروره 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 بزاف. هاد المراه مضروره، كلشي امها مسكينه حالتها كي دايره. ليكوش ما عداش. عن الناس اللي من برا كل واحد كيساهم معاها، واحد يعطيها الفرنك، واحد يعطيها 400، واحد يعطيها 600، والناس مضروره. وعاش الملك، وكنطلبوا سيدنا يتلافت الناس، وكنطلبوا للسلطه تلافت الناس. هاد الشيء راه الناس راه الناس مضرورين، الناس مضرورين. هاد المراه علاش تبكي؟ علاش تبكي؟ راه كاين واحد اللي كاين واحد كيتغدى ب 10000 وكيتغدى ب 20، هاد المراه ما لقاتش خبزه بدرهم ما توكل لوليداتها ما كايناش. هاد المراه ما لقاتش ما توكل لولادها عباد الله، الا ما طلبتش راه ما كتوكلهمش. وعندها المراه مريضه في الدار، الام ديالها الام ديالها، والناس كاملين مضرورين، راه خوتنا المسلمين كاملين مضرورين. راه ديك المراه مسكينه كتجي ما عرفتش من البنوار ولا من الشعبه، كتضل هازه الميك كتبيع فيها. شحال باغا تبيع ديال الميكا؟ انا ساكنه عا قدام الخضار، غنهز الخضره نديرها في جيبي وندخلها، ما غنشريش مع هاد الميكا. ايوا كنطلب من سيدنا يشوف في الناس ويشوف من حال هاد الناس، وكنطلب من السلطه تشوف في هاد المراه وتشوف من موينتها ومن حالتها. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كما قلنا هنا مواطن ضعيف حي شعبي كما سمعتوا معنا، هاد السيده يعني الحاله ضعيفه كما تنقولوا، مقابله الام ديالها تجيها 24000 ريال. فهاد الشيء بزاف مشاهدينا. اذا ناخذوا الكلمه كذلك من العنصر، يعني نشوفوا الرجال حتى هما اللي حاضرين معنا، ماشي غير النساء، الكل هنايا كيطالب حقه، الكل هنايا كيقول تقصحنا بزاف علينا هاد الشيء. مولفين نخلصوا 30 درهم، مولفين نخلصوا 50 درهم، حتى ولينا في 100000 ريال، ولينا في 37000 ريال، ولينا في 20000 ريال، ولينا في 16000 ريال. هاد الشيء ماشي في متناول الجميع، تيقولوا حنا كيفاش غادي ما استهلكناش هاد الشيء. اذا نسمعوا من هاد السيد. مرحبا سيدي. السلام عليكم. انا تنبغي نوصل للمسؤولين، المسؤولين للمسؤولين نوصل ليهم، ما بقيناش في قضيه الغلاء المعيشه، عندنا في الموضوع الموضوع دوك عندنا تنمشيو نشكيو لاي اداره، تنمشيو لها تنصيبو السيكوريتي، تيقول لك ممنوع الدخول كاينه كورونا، ممنوع الدخول. انا ندير لك انا الشكايه، السيكوريتي اش عندهم العلاقه معنا حنايا؟ لا عاد يحبسونا حنا في الباب. ودوك انا عاد سنين تنخلص من 30 درهم 40 درهم الماء، دوك عاد تنخلص 150 درهم، الضو تنخلص بين 90 درهم حتى 120 140 درهم، دوك عاد تديك 6000 وتيدوزوك للتروازيام ترونش نيشان. التروازيام ترونش ديريكتومون. ما عرفناش هاد القضية كيفاش. واش ديك 16000 اللي عطاو للمواطنين تيخلفوا فيها ولا كيفاش؟ راه حنا المسؤولين بوكا، والمشكلة عاد تمشي تشكي سيكيريتي الدار تاوية في الباب. حتى لا بديتي تغوت عليه في الباب تيهبطوا لك المسؤولين، ولا راه حنا اللي مصينو. واش هاد المسؤول خاص يخرج عند المواطنين؟ هاد المسؤولين خاص يخرج عند المواطنين، هاد المسؤول ما كاين لا مسؤول لا والو. الناس يمشيو يشكيو من جميع الادارات، تتبغي تاخذها ورقه تتشي اي اداره، اي اداره ماشي اداره الموت الضو، تتوصل عندهم تصبح مع السيكوريتي ما تيخليكش دي. يعني بغيتي توصل الصوت ديالك شنو تقول لهم على المباشر؟
على المباشر هاد الشيء راه بزاف، هاد الشيء راه ما كثروا كثروا كثروا. اشنو الفرق طيله العام تنخلص 30 درهم ديال الماء 120 ديال الضوء؟ علاش هاد الشهر عاد كيقول لك 6000 7000 ويدخلوك تروازيام ترونش ديريكتومون تيدوزوك؟ وانا نعرفوا السبب اشنو هو. هاد الشيء مزيان باقي ما خلصتمش، والله ما خلصتم. انا كنت سعفان المواطنين اقسم لك بالله تنحيدوا الماكن بالله تنحيدوا الماكن. هادي الماء من 30 درهم عاد يضوب لك تنجيب 5 متر، ها ما دارك 12 متر. الضو عاد يقول لك ها الضو عاد يدخلك تروازيام تروازيام ترونش، ما بقاش لا بريمير لا دوزيام لا تروازيام، تيدخلوك ديريكتومون. وين نعرفوا كيفاش هاد القضيه ديال تيدوزك تروازيام؟ كتشوف بانك نتوما ما استهلكتوش هاد الشيء. ما كاين واش سيني تنخلصوا مبلغ ودوك هاد 3 شهور ودوك المشكله فين كاينه؟ تنمشيو نخلصوا ديك واش باقي عندك 6 و7 باقي عندك 4 و5 ما عرفتش كيفاش هاد القضيه عندهم. اللي وصلتي عند ولا الماء ولا الضو تيقول لك 4 و5 6 و7 وسير جيب لنا الحجه باش نخلص. شحال واحد جاب لي ب 6 و7 وتيبقاو يتماطلوا ولا كيفاش هذه ما هذه على المواطنين؟ والله لا عيب حشومه كاع، والله لا عيب. ونطلب هاد المسؤولين يكون عندهم اذان صاغيه. هو عنده هذا اللي خدام في الاداره ديال الماء والضو عنده واحد الروميز واخا يضرب 100000 في الشهر يخلص 3000 يخلص 150 درهم عنده الروميز. حنا ما عندنا لا روميز لا والو، عندنا الله تعالى. عندناش خلص، ما عندناش. هما ماشي خلص معفيين وحنا يحسبوا علينا. واش بغينا ديك الجائحه يعطوا للعباد 16 راه تيخلفوا فيها بدركم؟ راه عيب والله لا عيب. ما خلصناش. وانا اشكر الجميع. 20000 ما عندناش. السلام عليكم اخواني المشاهدين، شكرا قناة شوف تي في على هذه الالتفاته. اليوم اختي عندنا واحد الموسم نطرقوا ليه هو ديال الماء وديال الضوء. احنا تمحلنا بزاف وهاد البلاد هادي كنعانيو فيها بزاف، حشومه على هاد المسؤولين. عندنا مكتب الشريف، مكتب السخيف اللي هو المكتب الشريف ديال الفوسفات، كلتونا ونهبتونا وكتزيدوا تعصروا في الدم ديالنا، باقي ما قنعتوش. انا وجهي مكشوف، جيو ديوني درك الله يمنع على شي واحد كيما يكون النوع ديالو. ديونا كاملين بلاتي اختي كندوي، كيما يكون النوع ديالو. انا تنوصل الرساله ديالي للعالم باسري مع القناه ديال شوف تي في بالضبط، اللي كنشكرهم اللي كنقول المعاناه ديال المواطنين ديالنا في اي جهه، وكنتفرج فيهم كنتابعهم كنشوفهم. ما كاينش شي صحفي عندنا اخر كيتحداه عمرو دار شي لايف بحالكم وري المعاناه ديال المواطنين اش واقع في البلاد ولا هذه ولا هذه. عندنا احسن منجم مكتب شريف وصاد اللي تيخدم الداخل والبراني تيتقصى. ولات عندنا واحد الظاهره استاذه ناديه ديال نيميرو ديال لاكارت كليون كروه حمراء ما يخدمش. هذا ود خريبكا، هذا جاسوس بالنسبه لشي شركات، هذا ما عرفتش شنو هو هذا السيد خريبي. حنا ماشي تقصينا، حنا شي حاجه زعما حنا شي حاجه اكثر من القصيان، شي حاجه اكثر. الظلم، التعسف، التهميش، التبيطيل، جميع المشاكل تحطت. بان ساكنه مدينه خريبكا كتعاني من التهميش وكتعاني من البطاله وكتجيهم الفاتوره غاليه، شنو غادي تقول شحال مولف كتخلصها عاد؟ مولف مولف اختي عاش المليك، عاش المليك، مولف زيدنا خليك كمل. مولف الاخت ناديه كنخلص 80 درهم 90 درهم المده ديالت عامين وشي 9 شهور، ولي كنتفاجئ الان كنخلص ورقه ديال شهر 7 كنلقى فيها 90 درهم. ها هي 81 درهم، ها هي فاصله 5 هادي شهر 4 ياك يا شهر 4. وكتجيني هاد الورقة أخرى فيها 324.95 يعني 6500. أنا بغيت نعرف راسي واش الما كنصدروا لشي دولة ما عندهاش الما، ولا الما المرأة هذيك تبيع الما في الدار ما في باريش. بغيت شي مسؤول يجي يحسب لي هاد الما فين كيمشي، يشوفني واش سهلت ونخلصهم، ما عنديش مشكل. وإنما باش تعطيو لواحد شوية الدعم اللي ما عطيتوش من عندكم. أبلاش أعطيك الميكرو وقولي هاد 90 درهم كنخلصوا فيه علاش؟ والو تلفتينا النداوين تلفتينا. نعم يعني كنت حد 300 واش 325 ديال الدرهم ما مولفش نخلصها. وهذا الماء تنكبوه واش فيه اللوز كيخرج لنا ابيض؟ واش هذا لوز ولا ماء صالح الشرب؟ بغينا نعرفوا شنو هو. مسؤولين تحداكم
ماشي عطيتونا واحد شويه الدعم، ما عطيتوشنا التومه، عطاونا اساسيده، عطاونا معلمين، عطاونا سلطات، عطاونا كاع اللي جاي قطاع، قطعوا لي واحد شويه باش يعاون خوتو وتجيو التومة كمسؤولين تبداو تنهبوا فينا وديروا فينا وتزيد ما كفاكمش كنا بكامل، ما كفاكمش كنا اللي كتنهبوا، بركه يكفي يكفي. راه المواطن راه وصل لحد الدرجه ما كتصورش، راه ما عادش غنقول، راه كنحشموا كنحشموا القناه، باش نخسروا القناه ديال السيده وهادشي، راه حشومه هادشي اللي كواصل لهاد المغرب هنا في الانشطه التقريبية هادي بالضبط، راه حشومه راه حشومه. تكون عندنا مكتب الشريف وصفات وكنعانيو، الناس عندها واحد النسبه ديال 10% من مكتب الشريف وصفات ديال سكندنافيا، الناس ما عاد كيفاش عايشه، وحنا عندنا 80%. عاش المالي، عاش المالي، عاش المالي، عاش المالي، عاش المالي، عاش المالي، عاش المالي. اختي اختي حنا رساله لنا المسؤولين يشوفوا فينا بعين الرحمه واحد شويه، راه حشومه راه عيب وعار باش البيئه. خلصتوا عزيز ولا ما خلصتش؟ اختي ما غنخلصش، غنحيد المكانه غيجيو يديوها، يجيو يهزوا يديوها ونقول لهم صافي حنا مقصيين في خطره، عدمونا قتلونا ديونا الحبس. تقدر تستغنى على هذه الماده الحيويه؟ ما قدرش نستغنى عليها، ولكن بحكم مسؤولين، بحكم مسؤولين ما كيراعوشنا كاخوتهم مواطنين، نقدروا ما عادش علاش نسمحوا، نسمحوا في اي حاجه، نسمحوا في ولادنا ونهاجروا، فكنا على الحدود، ما بقاوش البلاد والله تنخليوها لهم بالله، ولا لقينا فيها. حيت اصلا شنو تقول دابا للمسؤولين في الكهرباء والماء؟ المسؤولين كنقول لهم بغيتو نخلصوا الكهرباء والماء، ما عندناش المشكل، ولكن هاد البلاد راه النشاط الاقتصادي ديالها ما كاينش، البيع والشراء ديالها ما كاينش، ما كاينش شي شركه، ما كاينش شي معمل، ما كاينش شي وزين باش غادي يمكن لي انا نخدم ولا اخر يخدم ولا نخدم باش خلص الفاتوره. حيت ما كاينش، ما كاينش انا ما غنجيب هاد الفلوس هادي الا بغيت نمشي نبيع الحشيش ونبيع. ما عرفتيش عزيز العداد ديالك؟ العداد ديالي ما هو كاينش هادشي اللي حاطين ليا، يجيو يتحاسبوا معايا كنتحدى اي مسؤول يجي يتحاسب معايا يتواكل هادشي، نمشي للحبس، انا تنقول فيها بحال هكا، كنحج على راسي نمشي للحبس. حنا البيطال انهم ما راقبوش العداد، ما كيعبروش، ما كاينش مراقب. نعطيك واحد بلاتي، بلاتي الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم. نقول لك واحد القضيه استاذه ناديه، هاد الورقه هادي اللي عندي انا لقيت نسخه منها طبق الاصل، لعند واحد السيد كيسكن فتح وانا كنسكن في البريك، وما يجي الله حد ما بحال هكا كلشي. وهاد السيد كان حاضر معايا تو راه شافها والله حتى شافها معايا بالله، نفس المبالغ قلت ليه نفس كلشي، قلت ليه وانت حلقه هذه كنت فاكونس واحد 15 يوم كيفاش؟ واش كتفكوا كل ما قدنا قدكم كتخدموا قدنا قدكم؟ بغيت نفهم، بغيت تعيش شي مسؤول يعطيني توضيح ولا لا؟ بغيت شي واحد يجي نجيب له الورقه بحالها، لا بغيت شي واحد يتحداني، دوك اللوبيات اللي كيبغيو يقولوا ارا ارا ارا، اجي غادي نتحداك وكنقول ابو شي حمر انا، ولا عندك السلطه جي ديني، ما عنديش المشكل، معدومين حنا وانتوما معدومين الضمير، حيت ما كترافقوش المواطنين ما كتشوفوش فيه حشومه، عيب وعار عليكم. رحنا رحنا بشر. رحنا بشر، رحنا بشر، شوف فينا الله، رحنا بشر، راه ماشي لقيتو واحد الكريسي مريحين فيه ولا كراسي مريحين فيهم كنوكلوا فيكم ونشربوا فيكم من العرق الجابين ديالنا وديو فيهم، راه حشومه هادشي، راعي ولينا، راعي ولينا. واش البيئه اللي كيعيش فيها الولد ديالك ولا الابن ديالك ولا بنتك ولا ولادك ولا عيدك هي اللي كتعيشها برا؟ وضعوا واحد البيئه زوينه باش تلات بولدك ولا شي حاجه يوصل بزاف اختي، بزاف واحد البيئه تكون على برا حتى هي تكون مزيانه باش لا تشرد ولادك شي حاجه يسيبوا فينا يريحوا، ماشي تعيش في واحد البيئه نقيه اللي ما عرفتش شنو فيها ولدك غاتشرد ما غيلقاش فين يريح اولا. شو ماشي بالله عليكم يا مسؤولين، واش هذا ما شوفوا شوفوا ها هو بدا يتصفى، شوف واش هذا ما هذا ما هذا ما كنخلصوا فيه، هذا ما هذا ما هذا ما كيديروا فيه شدوى الله اعلم اشنا هو. حاجه واحده تنقول لكم مسؤولين ما بقيتوش حاملينا، ديروا فيه شدوى قتلونا صافي الله يرحم والديك. وكنبغي اختي بلاتي سمحوا لي واحد السيد والله العظيم الا واحد السيد الا شحال من مره كنبغي نشكره ويستحق الشكر الجزيل اللي هو الدكتور احمد الشاني اللي كتعطاه المهام ديالو المنطويه له بجميع المحاذافير ديالها تيقوم بها، وكنشكرو جزيل الشكر، ماشي صاحبي ماشي ما كنعرفوش يعرفني ولكن كلمه شكر قليل بحقه. بغينا شي ناس يكونوا بحال السيد هذا تكون فيهم انسانيه حشومه، راه كان مسكين مريض الله يشافيه
واش غنقول اختي ناديه؟ شكرا للتفاته ديال شوف تي في، وكنتمنوا المسؤولين يرفقوا فينا الله يرحم والدينا تكون واحد التفاته بسيطه. مشاهدي قناه شوف تي في، مازال المواطنين باغيين يوصلوا الصوت ديالهم والصرخه ديالهم. مبروك اختي على هذا المباشر اللي درتي. اختي راه اش غنقول لك، الظلمه كاينه بنهار، والله الا الظلمه كاينه بنهار. واش نص بلاصه غتجيك 13000 بيتو كوزينه؟ راه ما يمكنش بيتو كوزينه نص بلاصه. هيا المهم باش تكوني عارفه شنو كاين الشيء. 564 درهم. المهم هذاك الشيء اللي كاين، ها اللي كاين في الضو. بيتو كوزينه هادشي اللي كنقول لك عليه. 115 درهم. والله اختي بيتو كوزينه، والله اختي تظلمه كاينه بنهار. راه عيب وعار على الشيء اللي كيدير. والله الا راه ونوصيك المر ما كنشربوش من الروبيني، والله الا كنمشي نجيبوه من البيير. كنمشيو نقول كنطلبوا الماء بالعربيه والتعراب، كنطلبوا الماء. والله الا حشومه عليكم بالله، عيب عليكم وقرحتونا. وما كاين ما كيعطيوش ماء نقي ومزيان وصالح للشرب. هاتي راك الشيء في القرعه، راك الشيء كلشي في القرعه، راه ما كاين لا ما لا والو اختي، راه كلشي مخلوط. راه ملي كتبغي تشربي الماء ما الدراري صغار وداك الشيء كتخافي عليهم، مازال حنا كنغمسوا به وكنشربوا ماشي مشكل، ولكن الدراري صغار كيتاثروا بهذاك الشيء. هذا الشيء راه عيب والله الا حشومه، والله الا الناس المحل الماء الناس راه كيشريو من الماء. شي كنشكروك على هذا المباشر، والله الا محنونه بالله. عاد كيس الله يهديكم، الله يهديكم على نفوسكم، الله يهديكم علينا. رفقوا بينا راه حي البريك، راكم عارفين وحاله فقيره، والناس راه نص بلاصه، راه ما كاينش شي دار فيها بلاصه، ولا راه نص بلاصه، راه بيتو كوزينه اللي كاينه، كاع اللي السي كاع طالع الفوق راه بيتو كوزينه بوتي، راه الكره، راه الله يحسن العوان. مازال تمشي للزنقه الاخرى شوفي الناس ساكنها برا، والله الا ساكنها برا، والله الا حشومه. بزاف باش يجي الواحد 13000 وتجيك ديال الضو وتجيك 6000 وما كاينه لا خدمه لا والو، راه الله يحسن العوان. وكنطلبوا يحطوا لنا حتى حنا شي شركه ولا جوجات هنا، البطاله راه مقواو عندنا، والله الا قواو بالله، والله الا تمحنا، والله الا تمحنا بالله، والله الا تمحنا بالله، الله يصاوب وصافي. شي شركه ولا كنطلبوا من المسؤولين الكبار، ماشي كنطلبوا من هاد الناس اللي في خريبقه. الناس كتشوفنا في الرباط وكتشوفنا من بعيد، ترافق هاد الناس هذوك، راه الناس تمحنت، والله الا تمحنت اختي. كنشكروك اختي على هذا المباشر. العفو اخي. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كما شفتوا معنا حنا كنتواجدوا في حي البريك، حي البريك حي الشعبي اللي الساكنه ديالهم يعني نساء رجال اطفال الكل هنايا خارج وكيحتاج وكيقول عيب وعار نخلصوا هاد الاثمنه هذه. حنا ما مولفينش كنخلصوا هاد الثمن، كاين اللي كيخلص 30 درهم 50 درهم، ولات كتجيهم 100000 ريال 37000 ريال 20000 ريال. واحد ساكن مشاهدينا في السطح جاتو 13000 ريال، فمنين غادي يخلصوها مشاهدينا؟ كما سمعتوا كذلك نعطي لخويا، من اللي سمعتوا معنا كذلك من الاخ عزيز قال لك انا مولف كنخلص شحال عزيز؟ 90 درهم 80 درهم، جاتو 7000 تقريبا 6500. والغريب في الامر هو انه تيقول لنا بان نفس الفاتوره اللي عنده كاينه عند واحد، نفس الارقام نفس الا الاسم اللي مبدل. واش كاينه مراقبه للعداد ولا تقدير؟ هذا هو السؤال ديال الساكنه هنايا، تيقولوا واش كتراقبوا العداد ولا غير كتقدروا تعطيوا المواطن الضعيف يخلص؟ وملي يجي يتشكى كتقول له سير خلص وتشكى، شنو الحل اللي كديروا معاه؟ كتقسموها ليه على 3 شهور؟ هنا تيقول لك لا كنطالبوا بمراقبه العداد، لان هنايا تيقولوا حنا ما استهلكناش هذا الشيء باش غادي نخلصوا. تفضل سيدي. انا السلام عليكم شوف تي في. هاد المسؤولين راه محنونا، عذبونا، انتحرونا انتحار، ما بقى لينا انتحار. هاد الناس ربعات الناس كتجينا 14000 ديال الماء. واش انا كنسقي الجهادي؟ واش انا كنبيع الماء؟ الضو 6 شهور هي 10000 8000 10000 8000. والماء دابا كنتفاجئ في شهر 8 مشيت كنسول عليه قال لي عندك فيه 9000. من بعد 14000 هاد الناس هاد المسؤولين قتلوا عباد الله، محنونا، لا خدمة لا دماء لا والو. بنادم جالس سادين على بنادم، بنادم ما صايش حتى ما ياكل. البطاطا دايرها 120، البصلة دايرها 80، المعطيشة دايرها 120، ما بقاش كتكفاك 2000 في الخضر. هاد الناس اللي عندهم 4 أولاد و5 أشنو غادي يوكلهم؟ أشنو غادي يعطيهم؟ وزايدينها انا كايب 15، ولات كتجيني 15 ديال الماء. يعني فاش كاري قلت لك
و 10000 ديال الضو. هادشي ما استهلكتيه؟ ما مستهلكش، ومني كنمشي نشكي كيقول لي واكل سير جيب شوف الماكينه. جبنا المعلم الماكينه ما كضوع ما والو ما كتململش، وكيقول لك جاياك 8000 9000 الشهر الثاني. واش هاد الما كنبيعوه؟ واش هاد الما كنعطيوه؟ واش عندنا شي جهده كنسقيوها؟ هاد الناس راه معيقوا بزاف 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 بزاف، ما عندي باش تخلص. انا ما نساش بنادم واش يمشي ياكل يوكل الاولاد ولا يقاهم ولا يمشي يخلص الموظف. بزاف هاد الشيء. انا كنطلب من المسؤولين يجي يديو هاد المواكل، ما بقيناش بغيناهم، نضويو بالشمع، نمشيو نطلبوا الماء من الجوامع، ما بقينا باغي لا ما لا ضو. باش تجيني 16000 15000 ديال الماء ما بقاش باغي، باش تجيني 10000 ديال الضو نضوي بالشمع. اللهم الشمع حسن. هاد المسؤولين راه عيطوا، وماشي انا اللي كندوي، كاع هاد الناس وكاع هاد البيت كامل كيغوت وكيبكي بكيان، كلشي كيبكي، كلشي كيشكي، كلشي كيموت بالضو الماء. واش كان شفتي؟ مرحبا اخي تفضل. السلام عليكم. وخد ديالنا هاد الناس راه دعقونا بزاف، كنطلبوا من المواطنين يوقفوا معنا ويشوفوا من الجهه ديالنا، حيت هاد الناس هادو اختي راه بزاف. اللهم ان هذا لا منكر. واش واحد مخرج اختي طابسيل باش يبيعوا الكيلو باش يوكل وليداته ولا باش فهمتي؟ واحد الباكيه ديال ليكوش ولا شي حاجه، علاش هاد الشيء؟ الله كيتقاتل باش هو باش يلبي واحد الطلب ديال واحد الولد ديالو، ماشي ديالو هو، راسو نساه هو كاع. اختي هاد الناس هادو راه ضاعقونا، شنطلبوا من المسؤولين ديالنا يشوفوا من حالنا، راه لا ما زوين لا حتى شي حاجه زوينه في هاد خريبكو، صابرين عباد الله راه صابرين. شنطلبوا من الله، راه الله بصير بالعباد اختي. والسؤال مرة أخرى، السؤال المطروح مشاهدينا هو ملي كتعطي المواطن هاد الفاتورة وكتقول لي خلص فاتورة مقابل يعني الماء الصالح للشرب، هنا السكينة كتقول ماشي ماء صالح للشرب. عمر حنا كنعرفوا الماء ما فيه لا طعم لا رائحة لا لون، فالماء في مدينة خريبكة فيه الرائحة وفيه اللون وفيه الطعم. غريب مشاهدي قناة شوف تي في، وكيطالبوا يعني المسؤولين باش غادي نخلصوا ايه هاد الفاتورة هادي مقابل الماء الصالح للشرب، ولا والماء الصالح للشرب اصلا ما كاينش في مدينة خريبكة. تفضل عزيز. كان ديجا استاذة نادية، كان ديجا كيفاش تخلص عندهم الماء ولا الضوء تيقول خلص عاد شكي. ملي عارفين دابا لاعبين لعبتهم كيديروا التسهيلات. علاش ملي كتشكي بحال كيعطوك غير اسمو هذا؟ تسهيلات. ما كانش تسهيلات قبل، يقول خلص عاد شكي. دابا ولا تسهيلات، حيت لعبوا لعبهم. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق. طول عرض، طول ما انتم زيدين في هذا الشيء ربي غادي يحاسبكم طول الحياة. والله ما نسمحوا لكم، كاع العراق ديالنا اللي كلتوا فيه والله ما نسمحوا لكم. كيما يكون نوع ديالو مسؤول، والله ما نسمحوا لي في عرقنا، والله ما نسمحوا لك في عرقنا كاملين كلكم. كاع اللي عدو كاع اللي قلوبي في هذا الشيء هذا خدام فيه وكينهبن في المواطنين ويسرق فينا في الدم ديالنا، والله ما نسمحوا لكم. كيما بغيت تكون راجل مرا كيما قلتي لوبي لوبي كي بغيت تكون كون. عاش سيدنا، عاش سيدنا. الله ينصر سيدنا، والله يخلي لينا، والله يشافيه. هاد اللوبيين اللي كاينين في هاد البلاد سيدنا راقبهم وحاسبهم، وهاد الناس اللي كاينين في مدينه خريبكة والزياره الاخيره ديالك غضبتي ومشيتي خاصك تحاسبهم، وبغيناهم يتحاسبوا اشنو داروا في هاد المدينه هذه، اش داروا فيها بالضبط. زيارة ملكية اشتغلنا لها شحال من عام هذا، بغيناه يجي. مرحبا بسيدنا يجي عندنا في أي وقت، مرحبا به. حنا تنقولوا مرحبا بسيدنا في أي وقت، حنا مالنا أجدر منا حنا. عاتب المسؤولين، حنا معاك سيدنا عاتب المسؤولين، ما تنقولش لا عاتبهم، ولكن ماشي عاجي حولي لا دبيرو ما دبيرو لا دبيرو، لا. تكون حسابة حاسم معاه. فين درتي هذا الشيء؟ ولا صيتي شي بركة لهاد المدينة هذه؟ كاين لوبي، لوبي واعر عندنا هنا. حنا هاد اللوبي عندنا في خريبكة ما كاينش خوه. ما كاينش خوف بصفه نهائيه، وكاع المدن زادت قدام تاع المدينه هذيو، زدتوا فيها الحباسات، زدتوا فيها السبيطار، قسمتوا على جوج، زدتوا سبيطار اخر زعما، اشنو درتوا؟ السوق حولتوا، قسمتوا منك وحولتوا سوقك باش ديروا مشاريع اخرى ديالكم هنا، ديروا فيها البارتنا تبيعوا وتشريوا، قصيتوا الاف ديال الدراوش تخيصوهم داك السوق، كيمشي مسكين كيدي على كروسه كيجيب 1000 باش يدير وليداته يدوز بالسيمانه، يدي فروج ويدي خضيره. الخضره دابا الان حاليا حاليا الان بطاطا 120 خايزو ب 7 دراهم، اللفت والدرجه وداك الشيء كلشي هو 6 دراهم. هاد الدرويش باش غادي يعيش؟
باش غادي يعيش الدرويش. انا راه كاري ب 25000 ريال ما حال. ملي غنخلصوا ملي غنخلصوا ملي غنخلصوا هادو المسؤول اللي كتنفينا فرقنا ورزقنا دوي. ملي غنخلصوا هادشي منين؟ ملي غنجبدوه؟ شو شفروا؟ شو نخونوا؟ بيعوا الحشيش باش غنكبروا هاد الاولاد هادو باش غنكبروا هاد الاولاد. حنا حياتنا مشات حنا هادو باش غنكبروا هاد الاولاد. شو ديروا الحرام؟ تبغيها لك انت ولكن معدومين الضمير ما كيحسوش بالهضره هادي. هادوك معدومين الضمير اصلا واخا توصلهم الرساله تعيا. ما عمرهم غيتعلم الضمير ديالهم ولا يتقعد حيش هما اصلا حراميين. دربوا على داك الشيء وتفقهوا فيه. الناس كتفقه في العلم وكتزيد قدام باش تنور المدينه وتنور المجتمع البلاد ككل. هما تفقهوا على داك الشيء ديال التحراميات ينهبوا كيبغاو. خلي كلمه لواحد الصديق حتى هو ما شويه يضيف. السلام عليكم ختينا ديال السلام عليكم. هاد الناس راه كيضيعوا معنى الكلمه. منهم عيالات منهم ولاد منهم نفس النساء اولا مهدد من الخروج من الدار كيرع من الماء من الضوء كيجي غالي. الناس راه ما كتصيد ما تاكل يوميا الظروف الزوطيه هنا راه ما كياكل حتى حاجه كيبقى يدور كياكل مرتيشة خامجة كبرات الخبز باش يعيش مع العائله ديالو باش يعيش مع العائله ديالو. كلشي مهدد بالخروج. السلام عليكم وعليكم السلام. إذن مشاهدي قناة شوف تي في نتمنوا الرسالة أو الصرخة ديال ساكنة حي البريك توصل للمسؤولين. نتمنوا أن ساكنة مدينة خريبكة تشرب الماء الصالح للشرب ماشي الماء اللي فيه الرائحة والطعم واللون. نتمنوا المسؤولين يراقبوا العدادات لأن هنا الساكنة كتقول بأن ما كايناش المراقبة في العدادات كاين تقدير. والدليل على ذلك كما قال لنا سي عزيز قال لك كاينه الورقه ديالو مطابقه مع واحد نفس العدد نفس مبدل غير الاسم. فهنا تيقولوا ما كايناش مراقبه للعداد. نتمنى يتفتح تحقيق في هذا الشيء. نتمنوا مراقبه العداد. نتمنوا ان يتقبلوا الشكايه ديال الساكنه ماشي يديروا معاهم التسهيلات كيطالبوا باش يتفتح تحقيق ويتراقبوا العداد يتراقب العداد لا ديال الماء ولا ديال الكهرباء. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في كنجيو لنهايه هذا البث المباشر من مدينه خريبكة وبالضبط من حي البريك. دمتم في رعايه الله. الى اللقاء.